بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، نجدد لكم التحية من جديد ضمن انطلاقاتنا والتحدي أشواطنا في هذا الشوط، وأيضا شوطنا الرابع في مجموعة الأشواط. ينطلق على حضراتكم مع الصدارة، مع القيادة هذا الشوط، ومن يتواجد هناك شاهين عبد الله بن حمد المالكي مع المركز الأول على الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز المتواجد شاهين سالم بن حميد المالكي على المركز الثاني، المركز الثالث الصداوي ومحمد بن عبد الله المعمري على المركز الثالث والمركز الرابع القادم مع رابع المراكز وأيضا المنطلق، وبقيادة ومتابعة أيضا شاهين سالم بن شطيط المالكي على المركز الرابع والمركز الخامس. الغدوم من شاهين حمود بن سعيد الحارثي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود وياكم أيها الحفل الكريم إلى الصدارة، إلى المركز الأول. من ينطلق على المركز الأول باحثا عن الناموس الجميل، هذا هو شاهين على الصدارة. أو الأصفر، الأصفر هذا الأصفر المنطلق عبد الله بن حمد بن محمد المالكي على صدارة الشوط. لكن التنافس والتغيير من الجانب الآخر من الصداوي محمد بن عبد الله المعمري من غير إلى الصدارة هذا الشوط. المركز الثالث، أعود إلى المركز الثالث بشعار شاهين سالم بن شطيط المالكي على ثالث المراكز، رابع المراكز القادم بشعار حمود بن سعيد الحارثي المتواجد على المركز الرابع، خامس المراكز القادم في هذا الانطلاق شاهين وبقيادة ومتابعة أيضا ناصر بن حمد لوهيبي. هذه النتيجة، لكن المعمري راح مع المركز الأول وانطلق نحو الصدارة، نحو الصداوي، نحو المركز الأول. من ينطلق على الصدارة هذا الشوط ومتابعة محمد بن عبد الله المعمري على المركز الأول. من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول باحثا عن هذا الناموس الجميل، منطلقا على الصدارة هذا الشوط باعد عن الكل، المركز الثاني الأصفر أيضا القادم بمتابعة الأصفر عبد الله بن حمد بن محمد المالكي على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين سالم بن شطيط المالكي على ثالث المراكز، رابع المراكز أيضا ومتابعة حمود بن سعيد الحارثي المركز الرابع أو خامس المراكز، شاهين حمد ناصر بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة، لكن الصداوي وما أدراك بالصداوي اللي اندفع نحو المركز الأول أبعد عن الكل وراح مع صدارة هذا الشوط. وأيضا محمد بن عبد الله المعمري من انتزع ناموس هذا الشوط باعد عن الكل يبحث عن الناموس الجميل وانطلاقاته، والكيلومتر الأخير يا المعمري روح مع المركز الأول نحو الصدارة، نحو القيادة. الأصفر على المركز الثاني عبد الله بن حمد بن محمد المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث الدخول والتقدم من شاهين محمد بن سلطان المالكي. لكن أعود إلى الصدارة، من يريد النداء فليتقدم مع الصداوي، يتقدم مع الصداوي. وأيضا محمد بن عبد الله المعمري مع المركز الأول باحثا عن الناموس الجميل منطلقا على صدارة هذا الشوط باعد عن الكل، انطلق نحو الصدارة وابعد أيضا على صدارة هذا الشوط بفارق بعيد ما بينه وما بين المشاركين، معلن الفوز والانتصار، لا منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس من الخمس المية متر الأخير نزف لمالك شاهين وأيضا محمد بن عبد الله المعمري على هذا الانتصار، على هذا التحدي الجميل. تهانينا على هذا الإبداع والانفراد الجميل أيضا بدون أي منافس على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. راح راس ونهى الشوط راس، معلن الفوز الجميل والانتصار المميز. تهانينا والناموس نزف لمالك الصداوي
أيضا محمد بن عبد الله المعمري على هذا الانتصار الجميل وعلى هذا الانتصار الرائع. تهانينا والناموس. المركز الثاني ثاني المراكز أيضا شعار محمد بن سلطان المالكي. المركز الثالث شعار حمد أو ناصر بن حمد الوهيبي مع المركز الثالث. والتوقيت يتحطم مع الصداوي محمد بن عبد الله المعمري. ست حكم بدون أي ثواني ولا أجزاء. تهانينا والناموس.